وخدوا بال حضراتكم، احنا عندنا فريق كوره، بما اني بتكلم احنا عندنا النادي الاهلي فيه شوف كام لعبه، لكن انا هتكلم على كره القدم. احنا عندنا ماتش بكره، كل اللي انا بقوله ده او كل اللي بيحصل ده لن يؤثر بشكل سلبي، لانه لو تفتكروا من 3 4 ايام انا قلت لحضراتكم ايه، لما من 3 4 ايام قلت لكم يا جماعه ان الفتره اللي جايه هتلاقوا تخبيط من كل الاتجاهات، عايزين الناس، ما الملعب موجود واللعيبه بتوعنا ال 30 لاعب اللي موجودين او القايمه اللي موجوده بكره في مباراه الانتاج الحربي هتلاقيهم مركزين في الملعب فقط، مش مركزين في حاجه تانية، مش مركزين في اي حاجه تانية. هو ده النادي الاهلي، هنفضل ماشيين في طريقنا وهنفضل ماشيين في الطريق اللي مرسوم لينا عشان جمهورنا اللي واقف في ظهرنا يتبسط ويفرح. هو ده اللي احنا هنفضل نعمله وهنفضل دايما ماشيين بيه وهنفضل دايما نتحرك فيه، وعمرنا ما هنلتفت لاي حد. ودايما من الحاجات اللي انا اتعلمتها شخصيا من النادي الاهلي ان انا يوم لما حد يقول لي يا اسلام انت وحش هقول له اوكي، اذا كانت كلمه وحش دي بيعاقب عليها القانون هروح للقانون واشوف الطرق القانونيه المشروعه واروح اعملها واروح ارفع قضيه، اروح اعمل كذا، اروح اعمل كذا، اروح اعمل كذا. هو ده اللي انا اتعلمته من النادي الاهلي. فهنفضل ماشيين في طريقنا، والموضوع بالنسبه لنا عند النقطه دي وبالنسبه لي انا تحديدا في ملعب الاهلي الموضوع انتهى. اصبح هناك خطابات رسميه لكل الجهات اللي حضراتكم سمعتوها، ومستشار القانوني محمد عثمان هنتابعه كل كام يوم نعرف اخبار الموضوع ايه، وهنتكلم احنا في ملعب الاهلي عن كره القدم عشان عندنا مباراه مهمه بكره، ثالث مباراه في الدوري العام او ثاني مباراه في الدوري العام المصري. نادي الاهلي سيلاقي الانتاج الحربي، قايمه تضم 18 لاعب او تضم هقول لحضراتكم شريف اكرامي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، رامي ربيعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني، احمد فتحي، رمضان صبحي، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، عمرو السوليه، مجدي قفشه، حسام عاشور، جيرالدو، جونيور اجاييه، وليد ازارو، وصلاح محسن. دي القايمه اللي اعلنها مستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي.